مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين، واهلا بكم في فيديو جديد على قناة يوميات جو ايفو. النهارده جاي لكم فيديو كويس جدا، وده جزء تاني الفيديو انا كنت عامله على القناة، وهو تغيير الاصوات في المحادثات الصوتية ولعبة بابجي وكده. بصوا يا جماعة، في ناس كتير كتبت لي كومنتات انه البرنامج مش شغال. بصوا يا جماعة، البرنامج الايقونة بتاعته دي انا كنت اعمل شرح ازاي تسطب البرنامج وتشغله عندك، بس معرفش الناس ليه مش عارفه تشغله، مع انه برنامج سهل جدا وبسيط. ودي بعض من الكومنتات اللي جات لي. واحد بيقول لي مشكور اخي، لكن تقريبا البرنامج تم الغائه او تعطيله من قبل الشركه المنتجه. لا خالص، البرنامج شغال معايا لحد دلوقتي. وحد كتب لي شكرا، و طب لو عايز اسجل الصوت الاول على برنامج تاني ينفع؟ اه ينفع طبعا، عادي جدا. حد كاتب لي الله ينور عليك، يعني معنى كده ان البرنامج اشتغل عنده. لكن غير كده في ناس كتير جدا جدا، اغلب الكومنتات كاتبالي الصوت مش بيتغير. لا يا جماعة، البرنامج موجود عندي، وانا لسه منزل برنامج، وانا لسه منزل لينك اهو، وثبته تعليق في الفيديو ده. في اللينك ده، هتخشوا على اللينك ده يا جماعة، ده لينك مختصر هتخش عليه. دي النسخة اللي أنا شغال بيها عندي. هيفتح لكم يا جماعة الصفحة دي، هوريلكم. بس الناس اللي مش عارفة تحمل ازاي، هوريلكم ازاي يحملوا من اللينك ويعدوا من الإعلانات اللي هيلاقوها في اللينك المختصر ده. هو بيعد هنا 15 ثانية، بعد ما بيعد هيجيب لي هي نيكست، وادوس له هنا كليك هير، دوس هنا كلوز. هيعد هنا 15 ثانية تاني زي ما انتم شايفين كده، منتظر بس يخلص العد. اللينك مش معقد ولا حاجة، وتقدر تعمل الخطوات دي من الموبايل والكمبيوتر زي ما انا شغال كده. هندوس نيكست، وهنا كليك هير. هاجي هنا اعلم هنا I am not robot، انا مش روبوت. تمام، هبتدي أعدي الخطوات دي. تمام، وأدوس هنا، هيعد لي هنا 5 ثواني. هنا جايب لي البرنامج يا جماعة زي ما انتم شايفين. هدوس جيت لينك، وهيحولني لموقع ميديا فاير غني عن التعريف طبعا، واكتر موقع تحميل ملفات وسهل التحميل منه. هاجي ادوس هنا على داونلود، هلاقي البرنامج هيتحمل معايا. طبعا انا مش هحمله عشان انا محمله قبل كده. هدوس كانسل. بصوا يا جماعه، مجرد ما بدوس على البرنامج كده، دوست كليكتين، تمام، البرنامج فتح معايا هنا، ادي الايكون بتاعته تحت. هدوس كليك يمين، واجي هنا على سيت فويس تشانجر. تمام، هوريكوا دلوقتي صوته هيتغير ولا لا. هاجي ادوس على اي حاجة من الاشكال الموجودة دي، هدوس على بيبي بيتش مثلا كده. المفروض ان صوتي اتغير، وانتوا اكيد سامعين صوتي لما اتغير. طبعا لما ادوس على اي حاجة من التانيين دول، الصوت هيتغير زي ما انا عايز. لو جيت دوست تحت كده على كلير افكت، صوتي رجع طبيعي تاني. ادي البرنامج شغال معايا وبكل سهوله، واللينك اللي انا لسه موريلكوا شرح ازاي تحمله منه، دي النسخه اللي انا شغال بيها دلوقتي، اللي انا لسه موريها لكم دلوقتي. البرنامج سهل يا جماعه، وهسيب لكم برضو لينك الفيديو ده اللي قدامكم ده، علشان تشوفوا الشرح ازاي نسطب البرنامج ونشغله. بس اهم حاجه يا جماعه، ومعلومه مهمه جدا، لازم نتاكد ان الكارت الصوت متعرف التعريف الاخير، وتشوف لو محتاج ابديت نعمل له ابديت ويكون متعرف كامل، علشان البرنامج يشتغل عندك بدون اي مشاكل. تمام، وده كان شرح النهارده، وبنعتذر لكم في نهايه الفيديو كده عن التاخير في الفيديوهات. بس ان شاء الله كل يوم هتلاقوا فيديو جديد، واستنونا بقى فيديوهات جميله جدا وفلوجات الفتره الجايه. شكرا، سلام.